بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رقية الطفل الصغير، للأسف معظمنا يغفل عن رقية مهمة كان يقولها حبيبكم عليه الصلاة والسلام، كان يرقي بها الحسن والحسين رضي الله عنهما. أيها الأحبة، كل واحد منا لديه أطفال أو في المستقبل سيكون لديه أطفال. هذا الطفل له حق عليك أن تدعو له، لأنه طفل صغير لا يعقل، لا يعرف كيف يحفظ نفسه. لذلك عليك أن تتعلم يعني ما معنى رقية. رقية أي حفظ من شر الشيطان وشر الناس وشر الهوام وشر كل شيء. فالأطفال أخي الحبيب بسبب صغر السن وعدم اكتمال العقل وعدم اكتمال قوتهم، الطفل يتعرض للأذى، يتعرض للمرض، يتعرض لعين الحاسد، وتكون أشد تأثيرا على الأطفال عين الحاسد. انتبه أخي الحبيب، لأنه لا يستطيع أن يحصن نفسه بالأذكار أو بالوضوء، وبخاصة إذا كان طفل صغير سنوات قليلة عمره أو أشهر قليلة. لذلك هذه الرقية يجب أن نحفظها، نطبقها، ولكن قبل ذلك يجب أن نفهم ماذا تعني، ولماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ بها الحسن والحسين. النبي كان يقول لهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. حقيقة دعاء يجمع لهذا الطفل كل أسباب الخير المادية والمعنوية. أول شيء، عندما تقول لطفلك أعيذك، أو إذا كان لديك طفلين أعيذكما، أو إذا كان ثلاثة أطفال أو أكثر، تنظر إليهم ويمكن أن تضع يدك على رأسهم أو تشير إليهم وتقول أعيذكم. ما معنى أعيذ؟ يعني ألجأ إلى الله وأحتمي به وأطلب منه أن يحميكم من شر ماذا؟ أعيذكما بالله من كل شيطان وهمة. إذن أول شيء يلتجئ، معنى استعاذ أي التجأ، طلب الحماية، طلب الحفظ. هكذا يجب أن تفهم في داخلك عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألتجئ وأحتمي بالله من شر هذا الشيطان. فالإنسان عندما يكون خائفا هاربا يطارده أعداؤه يلتجئ إلى الملك، فالملك يؤمن له الحماية، وهذا يعني في حق البشر، فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى إذا التجأت إليه وطلبت منه الحماية من شر الشيطان؟ أعيذكما بماذا؟ بماذا أستعيذ؟ طبعا الاستعاذة تكون بالله عز وجل، ولكن هنا في الدعاء ملمح مهم أيها الأحبة، أن النبي لجأ لكلمات الله التامة. ما معنى كلمات الله التامة؟ القرآن هو جزء من كلمات الله. كلمات الله لا تنفذ، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن كلام الله كلام عظيم وكبير وفيه قوة حفظ. يعني أنا ألتجئ لكلمات الله التامة. طبعا الله عز وجل خلق الكون بكلمة كن فيكون. كن حرفين، حرفان كاف ونون، كن
كان الكون. خلق البشر، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون بكلمة. إذن أنا أستعيذ بهذه الكلمات. عندما رفض إبليس السجود لسيدنا آدم عاقبه الله أيضا بكلمة، قال فاخرج منها مذءوما مدحورا وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. إذن كلام، هذا هو كلام الله. لقد حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن هذا الكلام له قوة أيها الأحبة، له تأثير. كلمة كن من قبل الله عز وجل عندما تكون يتم خلق الكون بالكامل. فهذا الإله العظيم الذي خلق الكون بكلمة كن، إذا التجأت إلى كلماته التامة أو التامات، يا هل ترى يعيذني من شر الشيطان، يحميني من شر الشيطان أم لا يحميني؟ وهو المتحكم بالكون كله، متحكم بالإنس والجن وكل شيء. فإذا عندما تقول أعوذ بكلمات الله التامات أو أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، الشيطان أنت لا تراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، نحن لا نستطيع رؤية الشياطين، ولكن هوام الأرض ودواب الأرض مثل عقرب، ثعبان إلى آخره، كل الأضرار التي لا نراها عبر عنها هذا الدعاء بالشيطان، من كل شيطان، كل شيء يضرني، شر الحاسد، العين، وساوس الشيطان، مكر الشيطان، كيد الشيطان، كل هذا أنا لا أراه، ولكن أنا أحتمي بالله من شر هذا الشيطان وشركه، من كل شيطان وهامة. الهامة هي الأشياء التي نراها، يعني مثلا البكتيريا أو الفيروسات هي من الهوام، طبعا لم تكن مكتشفة قديما، ولكن كل شيء يمكن أن يسبب الأذى والضرر لهذا الطفل، أنا أدعو الله وألتجئ لكلماته التامات أن يحمي هذا الطفل من شر هذه الهامة، كل هامة، بكتيريا، فيروس، حادث، أذى معين، كل أنواع الأذى المادي. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، يعني كل عين حاسد، كل عين حاقد، لأن الحسد أيها الأحبة بلاء وداء. وليس غريبا أن نجد أن آخر سورتين في القرآن وهما اللتان لم ينزل الله مثلهما، سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فسورة قل أعوذ برب الفلق فيها ومن شر حاسد إذا حسد، وضعها الله في آخر القرآن مع سورة الناس ليؤكد لك على أهمية هذا الموضوع، إياك أن تغفل عنه. يجب أن تستعيذ بالله من شر العين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العين حق، ولكن للأسف العلم الحديث، ما يسمى بالعلم الحديث، لا يعترف لا بالعين ولا بالشيطان ولا بكل هذا الكلام. هذا الأمر لا يهمنا أيها الأحبة، أنا الذي يهمني أنني أعيش حياة هادئة مطمئنة، حياة آمنة، فيجب أن ألتجئ إلى الله. وهذا الدعاء يعلمك كيف تلجأ إلى الله لتحمي أولادك من شر الشيطان وشر الهوام. هامة يعني تهم بإيذاء الطفل، أي شيء يهم بإيذائه، فيروس هو من الهوام، قد ينتقل إليه فيروس، أحيانا يكون قاتل، مرض سرطان، أي مرض هو له أسباب مادية من الهوام.
وبالتالي أنت تستعيذ من كل أسباب الشر، كل أسباب الشر الممكنة جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمات القليلة. لذلك أحبتي في الله أرجو أن تحفظ هذا الدعاء، وكلما قلته فكر بمعانيه، والله تعالى سيقذف في قلبك معاني جديدة باستمرار. وأنت تقول هذا الدعاء تخيل، بل استيقن أن هناك إلها قويا رحيما سميعا مجيبا قريب منك يسمعك الآن، وأنت تنادي الله يسمعك الآن ويستجيب، وهو صاحب القرار، هو الذي يحفظ بالطريقة التي سبحانه وتعالى هو يقدرها، لأنه يعلم أين الخير نحن لا نعلم. احفظ هذا الدعاء أخي الحبيب، إياك أن تنسى، حصن به أولادك ونفسك، وحصن محبينك. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وإذا أردت أن يكون هناك أثر قوي لهذا الدعاء كرره 7 مرات، لأن الرقم 7 له تأثير في عالم السحر وعالم الشفاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب السلامة لنا ولكم ولأولادنا وأولادكم جميعا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.